اليوم ثبت النظام في البحرين مرة أخرى، وهذا ليس بجديد عليه، يعني أنه نظام طاغية ديدن الانتقام والحقد والكراهية بإعدام هاي السلة من الشباب المظلوم البريء وبدون أي أدلة، وفقط لغرض مجرد الانتقام، دليل على أنه هذا النظام فقد أهليته، ودليل على أنه هذا النظام الآن توغل في عملية القتل. شعب مسكين لا يتجاوز النفوس من نصف مليون شخص يريد أن يعيش بحرية وكرامة، يعني هل لا, لا, لا يعرف أن يستخدم معه فقط سوى الإعدام والقتل والإكراه؟ بلا شك هذا النظام فاشل، هذا النظام لا يستحق الاستمرار. اليوم أثبت هذا النظام أنه نظام هو نظام قمعي، يعني الشباب هؤلاء الثلة المؤمنة التي لعله كانوا هم في المدارس من حدثت الجريمة، يعني حدثت الحادثة، فهم بعيدين عن مسرح الجريمة، مجرد النظام أن لبس هذا فيهم جريمة. وبالعملية الإكراه روم كثير من الفيديوهات من هؤلاء الشباب الذي أوصلوا رسالة بأنهم بريئين من أي حادثة، ورغم كل هذه الرسائل النظام لم يبالي باعترافاتهم، لم يبالي بالرسائل التي وردت، واستمر في طغيانه لإرضاء حكام الإمارات حتى يقدم لهم قربان ويقدم لهم الولاء والطاعة لحكام الخليج وحكام الإمارات، وأن مجرد أن يقدم لهم قربان ضحية من ضحايا شعب الإمارات في سبيل شخص مرتزقة قام بعملية القتل والقيام بعمليات قتل لشعب البحرين.